كان يوجد عندي ذهب وكنت ألبسه ولم أزكي منه شيئا علما بأنني لم أكنزه أبدا، فهل علي زكاة؟ إذا كان الحلي معد للباس للزينة، تعده المرأة للباسها عند المناسبات تتزين به، أو لزوجها تتزين به زوجها، فلا زكاة فيه على الصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم، لأنه تحول من كونه مالا ناميا إلى كونه مالا مستهلكا ومستعملا، مثل الملابس ومثل المراكب مثل المساكن، ليس عليها زكاة، هذا من المستعملات. نعم.